وإلى أخبار الأهلي في الصحف والمواقع، والبداية من الأهرام. محمد الشناوي: البدري منحني الأمل. أخبار اليوم: المارد الأحمر جاهز لرد الاعتبار أمام المقصة ويجدد للسعيد وفتحي. الجمهورية: الأحمر يتمسك بفتحي ويرفض عرض الاستعارة السعودي. المساء: البدري لن تهزمني الشائعات. الوفد: ربيعة ينتظر تأشيرة ألمانيا. المصري اليوم: أحمد أيوب لاعب الفريق يدركون قيمة النادي الأهلي. الوطن: اختبار طبي للسعيد وسليمان. الشروق: عبد الحفيظ، السعيد لم يشترط إعارته للسعودية مقابل التجديد للأهلي. اليوم السابع: الأهلي ينهي استعداداته لمواجهة المقصة ويستعيد عاشور وفتحي وسمير. فيتو: سعد سمير يعود لقيادة دفاع الأهلي أمام المقصة. يوروسبورت عربية: رحيل الجوكر من الأهلي خط أحمر.